بس ده يعني معلش يعني مش عايز اقول مفيش وجه للمقارنه مع احترام راي حضرتك، ولكن بس انا عندي بس سؤال، يعني سؤال في اديك الجزئيه 10 دي سلع يا معلش. فندم، ادي لك 10 سلع ولكن يا حضرتك فندم تقارن زي ما مش انت هي عايز، السيارات حاجتك زيها زي كهربائيه يا فندم السلع زادت قد ايه؟ يا استاذ اسامه؟ بعد اذن حضرتك، يعني احنا كل يوم مثلا بنلاقي وزاره الداخليه بتطلع البيان بتاعها انها عملت محاضر لمثلا اخفاء سلع مثلا، من بين سلع بالمناسبه ما هياش تموينيه، حديد واسمنت ومش عارف الكلام ده كله. طب ما هو تاجر العربيات او الوكيل اللي عنده عربياته بيطلعها بفرق الاوفر برايس ده، ال 100,000 جنيه وزياده، طب ما ده اخفاء سلع، حجب سلع يا لا فندم. حضرتك بتقول يا فندم دي حاجه في القانون اسمها احتباس سلعه. طب ما هو ده اللي حاصل. لا ثواني يا فندم اسمع، واحتباس السلعه ده لو جرم الا في السلع الاستراتيجيه، يعني قمح، دقيق، زيت، سكر، هي دي السلعه القانون بيعاقب عليها، مش وفي يا كده؟ دي فندم، لا حاجه. يا فندم، ومع وفي يا ذلك فندم وفي مواد بناء والله مثلا، ده بقول يعني لحضرتك لا يا فندم في القانون احنا بنتحرك في دوله ما قانون زي هو ما قلت لك. انا هجيب لحضرتك السلعه البيان بتاع الاستراتيجيه، الارض. السلعه الاستراتيجيه هي اللي فيها المشكله دي ماشي، ولكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ يعني يا فندم ومع ذلك السيارات انا إذا ضد، لا انا يسري ضد. عليها حج لا يسري عليها لو حجم سمعتني السلعة. هترتاح، لو سمعتني هترتاح، اتفضل لو يا استاذ سمعتني امين، هترتاح. اتفضل يا فندم. وعلى الرغم بقيت كلامي بس عشان ايه، خدوا خدوا كله بالك واحد يعني، وعلى الرغم ان السيارات السلعه الاستراتيجيه ماشي، يعني ما هياش قمح وزيت وسكر ماشي، وعلى الرغم من ذلك انا كاسامه ابو المد ضد تماما احتباس سلعه السياره. واللي انا عايز اقوله لك كمان ان التاجر تمام نفسه من عينه يبيع. ليه يا فندم؟ ليه؟ لان تمام تشغيل هذه المهنه غالي جدا، ايجارات مرتفعه، موظفين، ضرائب، كهرباء، عماله، تامينات، حاجات كتيره جدا، فهو من كويس صالحه يا فندم كويس. من انا صالحه مع يبيع. حضرتك، ولكن انا جبت لحضرتك بيان الداخليه النهارده فيما يتعلق بحجب السلع. تم ضبط اكثر من 48 طن حديد واسمنت، كما تم ضبط 2 طن من الاسمده الزراعيه. ده كل ده يا فندم حجب سلع. هي السيارات مش ما هياش حاجه حجب سلع، ده انا عندي حديد وعندي اسمنت وعندي اسمده زراعيه. بص يا فندم، عايز اقول لحضرتك على حاجه. انا رديت عليه وقلت لك السلع الاستراتيجيه حاجه والسلع الغير استراتيجيه حاجه. الظروف اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي انا ما اعرفهاش، يعني ما اعرفش هو مثلا الحاجات الزراعيه ديت هل ديت كانت مدعمه من الدوله والراجل احتبسها ولا لا؟ هل الحديد ده كان بتاع مشروع مثلا يخص الدوله ولا لا؟ تفاصيلا انا ما اعرفهاش، عشان كده ما اقدرش ارد عليه. طيب هل لكن انا تتوقع بقول لك ان بعد انا التحريك، اتفضل. وحضرتك متفقين على احتباس السلعه غلط. اكيد اكيد. انا ضد ده، وباكد لحضرتك ان معارض السيارات ما بتحتبسش السلعه، طيب ولكن اسامه بيه، فعلا ربما يكون المطلوب في الفتره الحاليه اكثر بكثير من المتاح. طيب انا مع حضرتك في ده، في اسباب عالميه، في نقص في الامداد، اكيد انا مع حضرتك، ولكن هل تتوقع لما يحصل بقى وتحريك سعر الدولار الجمركي ممكن شويه شويه نبتدي نلاقي برايس ليست او قائمه اسعار جديده تبتدي تنزل بتحريك اسعار ويبتدي تندع مره تانية، ولا لسه؟ عايز اقول الناس اللي عاصروا معانا 2003 2004 و2008 هيشهدوا ان العربيات ارتفع سعرها ورجعت نزلت، وده شيء مش صعب. الموضوع عرض وطلب. النهارده احنا تقريبا السوق بتاعنا في حدود 250,000 عربيه. لو متاح النهارده تمام 300,000 عربيه هتلاقي التجار والتوكيلات دول يا عيني عمالين يعملوا عروض ومحتارين يعملوا ايه عشان يعرفوا يبيعوا العربيات. طيب ال احنا وصلنا ال ال ل 250 الأزمة دي الف دول هتتحل إمتى يا أسامة بيه؟ والله، يعني في افضل الظروف، في افضل الظروف مع نهايه العام، يعني 6 شهور على الأقل في افضل الظروف. في أفضل الظروف. دي وده سؤال هيكون يعني تأثيره إيه بتسأله، على سوق السيارات وعلى العاملين في القطاع سؤال ده؟ دايما بتسأله، طب نشتري دلوقتي ولا نستنى؟ اشتري ايه؟ هو في حاجة نشتري تتشرى دلوقتي. يعني؟ مفيش حاجة تتشرى. نشتري دلوقتي ولا نستنى؟ عايز اقول للمستهلك الكريم، الناس اللي ما اشتريتش من شهرين ندمت، واللي ما اشتريتش من 4 شهور ندمت، واللي ما اشتريتش من سنة ندمت، طب ما واللي ما ده اشتريتش بيرفع من أسعار المستعمل كده بشكل يا فندم رهيب ما يعني. انا جاي لك في الكلام، جاي لك في الكلام. اللي يقدر يشتري زيرو يشتري. حتى لو بأوفر برايس النهارده أكتر من 100,000 في ثمن العربية، ايا كان، ده بص يا فندم 50% انا زيادة يا أسامة يا فندم بيه. انا ضد الاوفر برايس على طول الخط. وفخامه الرئيس قال كلمه جميله قوي، قال كلمه جميله قوي، الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. موضوع بسيط جدا، ده مش كلام انا، ده كلام اعلى جهه في الدوله. الحاجه اللي تغلى ما هتخلي تشتروهاش الناس تروح لحملة خلايا تصدي. يا فندم. هو حمله خلايا تصدي ده ظلموا الناس ظلم بين.
هي الحمله مع احترامي يعني هي عملت ايه؟ الناس اللي ما اشتركتش في حمله خلاط فضي وقعدوا وعدوهم واصبروا واصبروا واصبروا، ده الناس دي ندمت ندم السنين وكانت تتمنى انها تشتري ورجعت تشتري بعد كده عربيات باغلى. هي عملت ايه يا فندم الحمله مع احترامي؟ مع احترامي الكامل ليهم يعني. وانت عارف اللي حصل بعد كده في الجروب بتاع الحمله ده لغايه ما وصل 2 مليون مشارك، وبعد كده واحد منهم راح عمل بلوك لكل الناس وخد هو الجروب لوحده، وقصه كده مش لطيفه يعني، مش بتاعتنا وما نحبش نتطرق. طيب نتمنى بس ان شاء الله على اخر السنه تكون السوق تاني فتح. لان سوق مصر سوق مش صغير في مجال السيارات. عايزين ايه بقى؟ طب. انت ما لقيتش طلبك في العربيه الزيرو او في الماركه دي روح ماركه ثانيه، ما لقيتش الفئه دي روح فئه ثانيه، ما لقيتش طلبك في الزيرو كله اشتري كسر زيرو، اشتري كسر زيرو ماشي حضرتك. في اختيارات عشان نقلل من حجم المشكله. مظبوط، عشان الناس لا تتكالب على الزيرو ويحصل ضغط. الله يرضى عليك. يبتدي الناس توزع الضغط ده على المستعمل او كسر الزيرو يعني. بالزبط. انا بشكرك يا فندم والله، شكرا جزيلا للاستاذ اسامه بن مجد رئيس رابطه تجار السيارات، شكرا جزيلا لحضرتك.